We've had a very encouraging performance. شركة نسل العالمية حققت أداء مشجعا خلال عام 2013، حيث سجلنا نموا بلغ 4.6%، كما وصلت إيرادات الشركة إلى نحو 92 مليار فرنك سويسري. واستطعنا تحقيق نمو في الأرباح في مختلف الدول التي تعمل فيها نسلي، سواء في الأمريكيتين أو حتى في أوروبا، حيث تتباطأ معدلات نمو الاقتصاد. واستطعنا تحقيق نمو جيد، وبالتأكيد في الأسواق الناشئة كآسيا وإفريقيا تمكننا أيضا من النمو بشكل جيد. مصر أيضا كانت من بين الدول التي حققنا فيها أداء جيدا خلال عام 2013. صحيح أن أرباحنا في مصر لا تساهم بشكل كبير في أرباح شركة نسل العالمية، ولكن يجب أن أقول أننا طموحين، كما أن الشركة العالمية تنظر إلى مصر دائما كسوق واعد يحمل فرص نمو كبيرة، كما أن نمو أعمال الشركة في مصر صاحبه تحقيق أرباح جيدة، وهذه هي استراتيجية شركة نسل حتى نستطيع ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير مصانعنا وتحسين جودة منتجاتنا. سيد سريش، أعلنتم منذ فترة عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ماذا عن ملامح الخطة الاستثمارية لشركة نسل في مصر؟ في السنوات العشر الأخيرة استثمرت شركة نسل في مصر نحو 2 مليار جنيه، أو ما يقارب 300 مليون دولار، وفي السنوات الثلاث الماضية وحدها استثمرنا 1 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للشركة، والبالغ 2 مليار جنيه، وهو ما يؤكد شيئا مهما، وهو التزام شركة نسل تجاه السوق المصرية، كما يعكس العلاقة الناجحة بيننا وبين عملائنا وبيننا وبين المجتمع المصري بشكل عام، كما يؤكد عزمنا المضي قدما في الاستثمار والنمو بشكل جيد في هذا البلد.